راديو بلس بلس كن راديو. معنا الصديق رمزي الغضبان من راديو بلس مراكش. اليوم كما يعني سمعت وكما يعني انتشر الخبر بسرعة، يعني الساحة الفنية المغربية تفقد اسما كبيرا بقيمة الراحل مطرب الأسرة المغربية العربي العوامي الله يرحمه. بداية إلى ممكن يعني أعرف أنك يعني من الباحثين القلائل في الأغنية المغربية الذين يعني يتوفرون على معلومات غنية وكبيرة على كل فنان خصوصا جيل الرواد. إلا بغينا نتعرفوا أكثر على الراحل العربي العوامي من خلال كرمزي، تفضل. رحمه الله الحاج محمد العربي العوامي، شفت معه مرة واحدة في مدينة الدار البيضاء وأخذت له كم صورة، وطبعا الخاصية التي تميز هذا الرجل المبدع هي نفسها الخاصية اللي كتميز العديد من المبدعين المغاربة الذين أعطوا حتى السمالة، أعطوا كل وأروع ما عندهم وما خدوا ولو نظر قليل من التقدير والاعتبار. من بينهم لما كنقول الحاج محمد العربي العوامي نقول أيضا الهادي السوسي، كلهم من فاس، نقول الهادي السوسي، نقول أحمد سليمان شوقي، نقول محمد صادق مكوار، نقول سي محمد الحلو لما كعرفوا حتى واحد، نقول إدريس واكواكو، نقول أحمد أمير البرزقي، نقول أحمد جبران، نقول خديجة اليوسفي. هاد العينة من هاد الرجال الكبار الذين أعطوا، مع الأسف أولا ظلمهم النصيب، ثانيا ظلمهم كما أشرت عزيزي أديب، ظلمهم الإعلام الوطني المغربي. سي محمد العربي العوام كنعرفوا يعني من بين الناس اللي كيمشى تحت الحيط، يبدع وفي صمت صمت. والغريب أنها يعني المشوار الفني ديالو مشوار غني جدا منذ انطلاقة ديالو. فقد ولد رحمه الله في مدينة طنجة تحديدا في العام 1940، وكان منذ الحداثة ديالو عاشقا للفن الموسيقى والغناء، وإلى جانب اشتغاله بإبداعية في المجال ديال التلحين والغناء فقد كان أيضا ما كيعرفوش الناس على كان رحمه الله من أمهر العازفين على آلة الكمان في الجوق الجهوي ديال إذاعة فاس، وقد أسهم من هذا المنطلق في العزف ديال العديد من الأغاني المغربية اللي الآن كنسمعها اللي تسجلت في مدينة فاس. إذا فنحن أمام رجل شامخ ماشي عادي، فقط لأن مسكين كان كيهرب من الأضواء، هذا هو الإشكال ديالو، كان رجل يستحي كثيرا. وكان سي محمد العربي العوامي لما كتجلس معاه ما كتقدر تسمع الصوت ديالو من الخجل ديالو، من رجل وقور، رجل طيب، نبيل، درويش، يعني واحد الشخصية نادرة فعلا، وكل الذين كنفقدهم يستحيل أنهم يتعوضوا، سواء من على مستوى ديال العطاء ديالهم كمبدعون، سواء على مستوى ديك الشخصية المغربية الطيبة النبيلة الجميلة التي لا تعرف إلا العطاء. عمر السي محمد ما كيقول ينتظر أن شي حد يعطيه، دائما هو يعطي، كأن السيد قد خلق فقط للعطاء. وبالمناسبة كنشكر يعني وكنترحم فعلا على الدكتور مصطفى بغداد اللي كان قام بواحد البادرة حميدة طيبة، بحيث لما تم تكريم ديال الحاج محمد العربي العوامي وهو في علمي حساب علمي تكريم الوحيد اللي اختار هذا الرجل هذا. ويعني مع الأسف كما أشرت عزيزي أديب كان من المؤسسين للأغنية ديال الأسرة. هذه الأغنية اللي طبعا اش كنسميها، أنا كنسميها واحد يعني ترنيمة جميلة مغربية حالمة، كانت تترجم لمحنة المهاجر ومدى الشوق لهذا المهاجر للأسرة دياله والحنين دياله الأرض الوطن، وأيضا الشوق ديال هذا المهاجر للميمة الحنينة اللي كانت في البلاد دياله وكينا ديها فوقش مهز الشوق للبلد دياله الأم. مي أمي الحبيب أمي ترير عليا غيبة ميدا الحبيب أمي، كلنا قد تغنينا بهذه الرائعة الجميلة، كبار وصغار تغنينا بها، وهي الأغنية الوحيدة اللي إلى تأمنا في التركيبة الموسيقية ديالها كتشوفها بين الأغنيات اللي من الصعب سهل ممتنع، ولكن من الصعب أن ملحن أو أن مغني آخر أو عازف يقدر يعود لها التوزيع ويغنيها. لا، كنبغيو بهذا الصيغة اللي غناها السي محمد العربي العوامي يبقى دائما مرافقا لنا نحن جميعا كمغاربة نعشقها ونحبها، وفيها جزء من الذات ديالنا الذي يشدنا دوما إلى الأم. برغم أن السي محمد العربي العوامي رحمه الله عنده ريبورتوار غني جدا، ولكن شوفوا للظلم الإعلام الوطني هذا الرجل حتى شي أغنية ما كتقدم له، عنده ريبورتوار غني جدا من الأغنيات. تلقى مثلا أنا من بين الذاكرة اللي كنحفظ مجموعة عنده أغنية جميلة ديال فيهتين وعلاش، غادي مسافر يا بابا ألف حجاب عليك، عيد ميلاد، واحد الأغنية ديال عيد الميلاد، عروس طنجة، يزيد فرحك يا طنجة،
مرحبا ويوم سعيد. عطف يا حبيبي الغالي، يا من نور قريب وغريب، عيد الميلاد هذا يوم سعيد. جيت من بلاد الشمال، عنده واحد مجموعة ديال القطع موسيقية، ما كنقول صامتة ولكن قطع موسيقية معبرة، كيقولوا لها صامتة، هي مش صامتة معبرة. عنده واحد نشيد وطني، نشيد عيش أيها المغربي، عاود عنده أغنية رمضانية جميلة من أروع الأغاني ديال رمضان، هذا هذا هلالك هل يا رمضان. وغنى أيضا، غنى واحد الرائد من الرواد ديال الموسيقى في مدينة فاس اللي هو رحمه الله السي بالعيد السوسي، غنى له إلا عرفتي فينو، إلا عرفت فينو نمشي ليه، هذه راه دائعة جدا ما كتقدمش، ما عرفتش علاش. عاود كاين غنى لسمح السيد رحيم فقاط، هذا مكتب أغنية جميلة معروفة. ولكن يعني كاين واحد القاعدة دائما كنعرفوها في المجال ديال الأغنية، كثير ديال المطربين موهوبين بواحد القمة كبيرة عالية، ولكن الإعلام كيحفرهم في واحد الأغنية وكيرسخ لهم هذيك الأغنية حتى تولي ذاك المطرب، واخا ينتج ملايين الأغاني كيرتبط فقط ديك الأغنية كنعرفوها عنده. مثلا سي محمد العربي العوامي، الإعلام رسخه فقط بأمي أمي، كل ساعة أمي أمي، أغنية جميلة رائعة جدا. ولكن هذا الرجل عاطي باب الإنصاف، قدموا الإبداعات الأخرى ديالو باش يبان المجهود ديالو كمبدع مغربي كبير جدا، أعطاه ولا زال يعطي حتى توفى رحمه الله. يعني وكنحاول مسكين أن يأسس لواحد العلاقة ديال التعاون مع الشباب، وعمل واحد قطعة دينية ما كتسمعش ديال واحد الشاب لطيف جميل جدا كيغني من الشباب الرائد دابا اللي هو السي سعيد الميموني، أغنية دينية جميلة جدا، ما سجلها بواحد الحب لهذا الشاب اللي شاف فيه رمز ديال الشباب ورغبة انفتاح على الشباب من خلال التعامل كرائد، ما شاء الله وصافي. يعتبر من رحمه الله من يعني شعلة في حق الأغنية المغربية، فقدناه ومع الأسف. ولكن أنا كنبغي نسجل بكل محبة على أننا في إطار إذاعة راديو بلس دائما كنهتموا بهذا الملف ديال الأغنية المغربية، وكنا سباقي. كنت سعيد جدا أن الأستاذ سمو محمد العربي العوامي، كنت كنقلب على الهاتف ديالو حتى لقيته، وداز معنا تقريبا واحد نقول لك شي شحال هادي شي تقريبا شي 3 ديال الاشهر، انا سبق لي استضفته على الهاتف واحد اللقاء رحمه الله، هذا كان لنا سبق وكان لنا وقفه ديال الوفاء واعتبار على اثير اذاعه راديو بلس لهذا الرائد الكبير السي محمد العربي العوامي، ما الله يجزي عليه الرحمات ويجعله ان شاء الله منزل الصدق في جنات النعيم يا ارحم الراحمين، مقابله ما اعطى وما اسدى وما قدم لهذا الفن الوطني الراقي الموسيقى المغربيه والاغنيه المغربيه رحمه الله. صحيح، يعني هو يعتبر من جيل الرواد، يعني إذا بغينا الجينيراسيون ديالو، يعني شكون اللي باين فيه دابا بزاف، يعني باقيين من الجيل ديال الرواد حاليا؟ وقلة قليلة ممن تبقى من جيل الرواد، الله يطول عمرهم. كلمة أخيرة أستاذ رمزي، لك الكلمة، تفضل. نعم، شكرا لك عزيزي، وأشكرك على هذه الوقفة وهذه الوقفة وفاء لهذا الهرم الكبير الشامخ الحاج محمد العربي العواني، ومن خلالك تحية طيبة لابن ديالو أسامة والأسرة الكريمة ديالو جميعا. وأنت تلاحظ معي والمستمع الكريم أيضا يلاحظ على أن حتى وهو على فراش الموت يحتضر، كان هاجس هو دائما الفن، وكأني به من خلال وصيته كيقول الابن ديالو استمر وحمل المشعل، فلا شيء في هذه الأسرة إلا الفن، ولا شيء في هذا الوطن إلا الفن، وسيظل محمد العربي العوامي فنانا بامتداد الزمن الذي يصل بينه وبين الابن ديالو أسامة. فحتى بداية حتى ختام حياته كان أيضا بنصيحة أن يستمر الابن ديالو في الفن، رجل ينبض بالفن وحياته كلها هي الفن، وظل شامخا بعشقه للفن. فقط ككلمة ختامية بغيت نختم بواحد القضية هامة جدا، وهي الإعلام كيوقع فيها عن خطأ، وهي مثلا ترسيخ واحد الأغنية معينة في المسار ديال واحد المبدع. فما قتل محمد الحياني إلا راحلة، ريبورتوار ديال الحياني زاخر جدا، ولكن قتلوه لما تشهر بأغنية راحلة، ليس إلا راحلة، وكينساو أنهم يدرجوا الأعمال الأخرى حتى تبقى راحلة بوحدها، تماما كيف ما قتل سي محمد العالي. وبرغم أن الرجل أعطى شيء الكثير في الأغنية العاطفية، كيبقى دائما محمد علي هو ذاك الرجل الذي يغني الأغنية الدينية، وكنساو رفيقاتي، وكنساو المخنطر، كنساو حروف الزين، كنساو كدوخ عليا، كنساو روائع ديال الأغنية الوطنية، كيبقى محمد علي هو الأغنية الدينية يا نبي الله وما إلى ذلك من الروائع الدينية.
نفس الشيء كيبقى مجموعه ديال الفنانين المبدعين. فهذه القضيه يا ريت نبقاو نتاملوا فيها كاعلاميا ونبقاو نقدموا الاعمال ديال كل فنان يعني بواحد الانصاف. وقبل اشرتي عزيزي اديب الانصاف كيف ينصف الفنان بدءا من الاعلام، ان ننصفه، ان نتابع اخباره، ان نوثق له، ان نوثق لاعماله، ان نقدم اعماله. نحن في اذاعه راديو بوسنا نتميز بواحد الخاصيه هو اننا عندنا محافظه نسجل الاعمال ديال الفنانين حسب التواريخ ديالها وحسب الاعمال ديالها وكتاب الكلمات ديالها والملحنين والجوق ايضا وتاريخ تسجيل اذا امكن. فهذه بادره كنسجلها حاليا دارينا في اذاعه راديو بوس في اطار اهتمام الفنان المغربي الشامخ. عزيزي اشكرك على هذه الوقفه الوفاء وقفه وإجلال قمت بهذا المساء الجميل تشكر عليها حقيقة باسم جميع الفنانين. فأنت كنت في ليلتك شامخا ومميزا وكنت وفيا وكانت أيضا حاضرة بقوة وحصريا دائما كما هي العادة إذا عطرت بيش في المواكبة ديالها للمبدع الفنان المغربي الأصيل الشامخ. شكرا لك وشكرا للمسلمين الأوفياء، ويظل برنامجك برنامج دائما لرصد كل ما هو جميل وكل ما هو أصيل وكل ما هو جدير أن يرصد على أثير إذاعة الإبداع والتميز إذاعة راديو بلس العزيزة الغالية. شكرا لك، أشكرك بدوري وأحييك وهذه شهادة حق. أحييك وهذه شهادة حق. راديو بلس، بلس كن راديو.